تميز صحي تشهده كربلاء المقدسة سيما في الآونة الأخيرة، إذ تتواصل مبادرات الحكومة والعتبة الحسينية لتحقيق نهضة طبية. بعد أيام من إعلان مدينة كربلاء المقدسة تحقيقها إنجاز طبي في مجال إضافة عدد من البنى التحتية الطبية، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة موقفها إزاء استقبال عدد من المرضى العرب، وتحديدا مبادرة دعم جرحى الشعب الفلسطيني في حربه الأخيرة مع الكيان الإسرائيلي. استعداد الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على تقديم مواد الإغاثة الإنسانية والطبية، وكذلك على استعداد لاستقبال كافة الجرحى وعلى نفقة الأمانة العامة للعتبة الحسينية من منطلق إنساني ومنطلق أخوي لهذا الشعب المظلوم. تحول نوعي شهدته المدينة أعلنت خلاله عن هذه المبادرة، وهو افتتاح أول مركز تخصصي لمرضى الاعتلال العصبي بحضور رسمي وطبي جراء تزايد أعداد المرضى بشكل ملحوظ. أضافت العتبة الحسينية المقدسة خدمة نوعية جديدة إلى سلسلة الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدمها للمجتمع العراقي، خدمات مدفوعة الكلفة من قبل العتبة، خدمات كان يحتاج إلها المواطن إلى حد كبير، يضطر المتمكن من السفر إلى سفر خارج العراق، والناس الغير قادرين على توفير كلف العلاج يضطرون إلى تحمل أعباء هذا المرض، مرض اعتلال الأعصاب والعضلات يصيب شريحة واسعة من الأطفال، هو مرض متعلق بمشاكل جينية وراثية، ولكن لحد الآن لا توجد بحوث كافية عن طبيعة هذه الأمراض الموروثة في مجتمعنا. المركز راح يوفر خدمات خلال هذه الفترة، خدمات تشخيصية مدفوعة الكلفة من قبل العتبة مجانا، حتى نحدد نوع هذه المتلازمات والأمراض الموجودة بمجتمعنا. هذا المركز يحتوي على جميع الأجهزة الطبية الواجب توفرها لتشخيص مثل هكذا حالات. يعتبر هذا المركز الوحيد في العراق بالتعاون مع أطباء من خارج العراق وداخل العراق. اليوم هذا المركز يقدم جميع الخرائط الجينية والتشخيصية للحد من هذا المرض وانتشاره ما بين جميع طبقات المجتمع العراقي. المركز يمثل خطوة مهمة تجاه توفير بنى تحتية لهذه الأمراض، كما أعلن أيضا عن إنجاز تصميم أولية لأكبر مشروع تخصصي للأبحاث الجينية في العراق. حراك طبي متميز في داخل الجامعات ذات الاختصاصات الطبية على شاكلة المؤسسات الطبية والصحية في مدينة كربلاء، ما يعزز من أهمية المدينة في القطاع الطبي بشكل عام. من كربلاء المقدسة، مآثر طالب، قناة الرابعة.